إن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أنا رجل أغضب غضبا شديدا، وعندئذ أكثر من اللعان والشتام والسباب، ما حكمي وما العمل في مثل حالتي؟ هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا صادت الغضب فاستعذ بالله ويذهب عنك هذا الشيء. وقد تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهما انتفخ، أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مريض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخبر الرجل بذلك فقالها فذهب عنه مريض. فعليك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم فسيذهب عنك هذا كله إن شاء الله.